بيت لمسان مشروع إنجاز مركز محول كهربائي بفلوس يضمن تموين شبكة نقل الكهرباء على المستوى الوطني بالمقابل وحدة إنتاج البانتونيت المخصصة للصناعات التحويلية بمغنية من شأنه تعزيز الإنتاج الوطني بنحو 120 ألف طن سنوياً في في لي زيكرون تاعنا هنايا ولي بروغرام تاعنا وكل شيء ولوزين أه اوتوماتيك هو المصنع الاكبر محليا وافريقيا بقيمة إنتاج 120 ألف طن في السنة مادة البنتونيت تستعمل في عدة مجالات منها حفل الآبار والسباكة والحديد والصلب وعدة مجالات أخرى مغني مغنية تعتبر من أجود أنواع البنتونيت لأنها, لأنها مادة, مادة, مادة حيوية وتستعمل في في جميع مستعملين ابار البترول وابار المائيه وبمعسكر تدشين وحده جديده لانتاج كربونات الكالسيوم بمنطقه سيغ التابعه للشركه الوطنيه للمواد المنجميه. وحده تنتج اصنافا من الورق، الزجاج ومواد التجميل ستخلص الخزينه العموميه من استنزاف العمله الصعبه بعدما كانت تستورد من الخارج. في تلمسان كان كذلك وضع في زيارة لمحطة تحويل كبيرة للكهرباء 400 كيلو فولت 220 كيلو فولت وهي أكبر محطة تحويلية في جد في غرب البلاد التي سوف توفر تغطية كبيرة وإضافة كبيرة بالنسبة لتوفير الطاقة الكهربائية في كل الغرب الوطني معسكر مصرع عقاز هذا المصنع الكربونات الكربونات الكالسيوم وهو كذلك مشروع ذات أهمية كبيرة لأنه يوفر مادة أولية لعدة صناعات مختلفة ومواكبة للتطور الحاصل في عالم المركبة تدعم محطة الوقود بباب علي بمقطع دوز بشبكة الشحن الكهربائي